دي واحد الحديدة، حديدة لقيتها عندي في لافيراي، مستقمة مسطرة، بديت تنستخدمها كمسطرة تنسطر بها. ودابا بغيت نطبق عليها هذيك الفكرة ديال انه غادي ندير لها واحد الكورنير اللي غيلصق فيها هنايا، باش غادي نبقى نسطر مستقيم في اطوال معينه. بطبيعه الحال غادي نحاول نرقمها. هاد الحديده فيها هاد جوج ديال الفتحات، هاد الفتحه هادي هاني درت واحد الحديده هكا في القياس ديالها في السمك نتاعها، وغادي نسوديها ونحكها، وهادي غادي نخليها مفتوحه باش تبقى تتعلق. في نهاية الأمر فضلت أنني نسد هاد التقابيب بجوج، ولا راني شدتهم غير بسكوتش. دابا غادي نسوديهم، غادي نسوديهم كاملين من اللور ومن القدام ونحكهم. عاد نبدأ في هذاك الإضافة اللي تدر المسطرة باش تنبقاو نشدو القياسات. بعدما سدينا هاد التقابي بجوج، وجينا عبرنا هنايا شحال 4 ديال السنتيم ديال العرض ديال المسطرة، 4 سنتيم. غادي نقطعو من الكورنير، غادي نقطعو 8 سنتيم باش تبقى لنا جوج من هنا وجوج من هنايا. وجينا للكورنير وقطعنا 8 ديال السنتيم، هاد 8 سنتيم هي اللي غادي نخدموها. هاد الكورنير غادي يجي هكا، خاصو واحد جوج ديال الطريفات، واحد من هنا ومن هنا،
وخاصو واحد الطرف ديال 8 سنتيم الفوق. هاد الكورنير غادي يجي هكا، دونك خاصو واحد جوج طريفات ديال جوج سنتيم من هنا ومن هنا، وغادي نقبض هاد الفير بلا وغادي نقطع منها 8 سنتيم اللي غادي تجي الفوق. هادي الكورنير ديالنا، يعني موليتها شويه. الور هادي غادي تجي الفوق، ولكن راه درنا واحد الطريفات اللي غيكونوا هكا، وهادي غادي تجي وسطهم، هادي غادي تجي وسطهم هكذا، تجي وسطهم هكا، وهادي من الفوق هكا. دونك دابا ما بقى لي الا غادي نسوديها، غادي نسودي هكا ونسوديها، وهذه بطبيعه الحال غادي نثقبها ونسودي فيها كرو. فوالا نسوديوها. ربطنا هاد الحديدات، هادي هاني سوديتها، وهادي باش نسوديها درت المسطرة وربطتهم بدي سيرجوان.
هادي دابا البياسه اللي غادي تكون الفوق، هاني الله دابا سوديتها، راها عواجت بالسخونيه. انا غنقادها المسطره، المسطره ديالنا ها هي تقريبا واجده. هاني دابا غادي نصايب لها البولون باش غادي تبقى تفيكسا. هذا البولون وراني بديت ندير ليه هاد الكولا ديال الشمع. فوالا الفوا درنا فيها هاد الكولا ديال الشمع، دابا تنقلطو واحد الكيتور و تنقادوها، نقادوها قدر الإمكان. هي ما غتكونش باينة، يمكننا كاع نخليوها. ردوا بالكم لأن هاد الأعمال هكا في المنزل هي للمتعة دونك، وليس باش دونك حديو راسكم من لي بليسير، ما تسمحوش في لا سيكوريتي نتاعكم نهائيا. فوالا خليو هكا. وغادي نديرو هنايا فوالا، و تيمكننا نخدمو بها دابا، ولكن انا مازال غادي نحلق عليها شويه كما تنقولو ديال الصبيغه، ونحاول نبولي هاد الشيء هذا ونرقمها ان شاء الله. ولكن دابا راه ريسك اوبيراسيونيل، صغير الترقيم وصافي. هذه المسطره في الصيغه النهائيه ديالها. تنكتفي بهذا القدر، تنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.